كانت رئيس التنسيق مع مصر، ومصر شريك في نعم هذه القضية. بالنسبة لنا القضية نعم هي قضية أمن قومي مصري، فيما يخص المساعدات، فيما يخص الجرحى، فيما يخص التهدئة، فيما يخص جهود وقف إطلاق النار. كيف هو التنسيق مع مصر؟ نحن على اتصال دائم دائم، سواء مع سامح شكري وزير الخارجية أو مع المخابرات أو أنا شخصيا على اتصال دائم بين الفترة والأخرى، ألتقي مع الرئيس السيسي أو أتكلم معه بالهاتف. التنسيق بيننا على كل شيء، ولا يوجد خلاف بيننا على أي شيء. أقول لك بصراحة، نحن والأردن ومصر متفقون على كل شيء، يضاف لنا إخواننا في السعودية أيضا، يحملون نفس الهم ويحملون نفس الأفكار التي نحملها ويؤيدون ويدعمون. ما هي الجهود التي تتخذونها الآن لوقف العدوان؟ الآن كل الجهود تبذل من هذه الأطراف، والآن راح يصير اجتماعات قريبة إن شاء الله تجمع دولا أكثر مثل الإمارات وقطر مع الدول التي ذكرت، من أجل العمل على أولا وقف العدوان، ثانيا مشروع ماذا بعد. مشروع ماذا بعد، لأنه مهم جدا أنه كعرب نقول رأينا، ونحن قدمنا أفكارنا وقدمنا آرائنا لكل الكل، ونحن متفقون تماما، يعني رؤيتنا عند الإخوان العرب يعرفونها ودائما نتشاور. أمس كان في وفد لنا في الإمارات وفي قطر وفي السعودية، واتصالات مستمرة مع الوزير سامح شكري وأيضا مع عباس كامل، لأنه بهمنا الاتصال يكون على كل المستويات. والحمد لله لا توجد بيننا قضية نقول مختلفين عليها أو قضية يعني خلينا نتشاور حولها، ما في شيء، كله متفقين كيف يمكن نبدأ، وهو وقف القتال أهم شيء.